وسهلا بيكم في حلقه جديده من الاخبار عطر اطلع. النهارده يا جماعه توني مش موجود، النهارده انا وانتوا بس لوحدينا. هنعمل حلقه هتكسر الدنيا، حلقه تجنن، حلقه النهارده مفيش حلقه. النهارده هننتقل حصريا لحفل توزيع جوائز الاوسكار على طريقتنا. هنروح نشوف الحفله. اهلا وسهلا فيكم بحفلتنا لليله، حفله توزيع جوائز الاوسكار على طريقتنا لعام 2018. بدي اقول لكل المشاهدين ولكل الحضور، نحن اشتغلنا كثير على الجوائز، اشتغلنا كثير على النومينيز، سهرنا، تعبنا، عملنا ريسيرش، سالنا الناس، كرمال اللي ما كسب ما يزعل منا، واللي كسب كمان ما لازم يزعل منا. على العموم قبل ما نبدا بحفلتنا رح نرحب مع بعضنا بزقفة كبيرة بزميلتي ملاك بيت المال اللي رح تساعدني بتقديم الحفل. قمر يا ملاك. أهلا بيك توني. أهلا فيكي. وأهلا بكل الحضور وكل المشاهدين في كل أنحاء العالم. عارفة يا ملاك إنه ليبيا معنا ضمن النومينيز؟ جد؟ لا. خلينا نبدأ بحفلتنا ورح نبلش بأول جائزة معنا لليوم، أفضل بلد ديمقراطي لعام 2018. نومينيز هن: ليبيا، كندا، وألمانيا. قبل ما أعلن عن النتيجة ملاك، مين برأيك وارد يكون الفايز؟ من غير تفكير طبعا يا توني أكيد ألمانيا، ده بلد الديمقراطية. كده الجايزة عملي معروف. الفايز معنا كأفضل بلد ديمقراطي لعام 2018 هو ليبيا، ورح نسلم الجائزة لملاك نيابة عن ليبيا. يعني بصراحة يعني مش مصدقة أنا. ليبيا الولد الوحيد بالعالم اللي عنده ثلاث حكومات، هيدي هي الديمقراطية، ها حرية التعبير، ها حرية الرأي، هيك بتكون الديمقراطية، كل مين بده حكومة بيعمل حكومة. مبروك يا ملاك. شكرا لك توني، وبصراحه مش مصدقه ان احنا ممكن خلينا الجائزه زي هذه. يعني ليبيا بدت ديمقراطيه، فبالمناسبه هذه وبالاحتفاليه هذه نبي نقول اننا طبعا نشكل حكومه خاصه جدا بقيادتي انا، ونسميها حكومه المراه، وطبعا حتكون حكومه خاصه، يعني مش اي حكومه. وهلا اكيد يعني فعاله، هلا جائزه عامله جدا ايضا، حاجة واحدة بس، وديمقراطية أكيد. ملاك مرسي يا حبيبي، مرسي لك. شكرا لكم. وين رايحة؟ نمشي خاطر ندير حكومتي، حكومة، ممكن حد يلحق علي ويدير حكومة رابعة جنبي يا توني. وقفي هون. طيب. جمادي. تمام، نكمل الحفلة مع بعض، مشاهدينا. وهلا معنا أفضل فنان أو فنانة لعام 2018، والنومينيز هن إليسا، هيفا، ومايا دياب. منشوف فيديو النومينيز ومنرجع منعلن النتيجة. إلى اللي بقابلك فيها خايفة ما قابلكش أنا باقي. بتوكي هاي الطبقة مش طبقة. أبدا يا أخواتي مش معقولة تكون دي دماغ طفل في سنة أولى. حبيبي عمل الواجب ولا تنسى. يا ماما بكرة الجمعة مفيش مدرسة. حقك على راسي يا حبيبي سوري. وحياتي وانا بخاف الملامة واهمل الملامة. جاهزة ملاك لتقديم الجائزة؟ افضل فنان لعام 2018، جائزة رح تروح ل محمد منير. استاذ محمد نورتنا، نورت الحفل. تفضل الجايز. شكرا لك. ممكن تلقي كلمة؟ تفضل. مفيناش حوالين يا كيكا، مفيناش لف ودوران،
ما بقاش في وقت يا روحي للشكوى والهجرة، ليك ماضي بكل ثوابي في الحب مالكش أمان، وانا عايزك حب حنين مش حب يودي لومان، انا عمري لا احب الخان ولا احب الكذابين، ما تروحش تبيع الميه فحرتي السقايين. نورتنا نورتنا استاذ محمد. ناخد اول بريك بحفلتنا ومنرجع منكمل الجوائز معكم. رجعنا لكم مشاهدينا ونكمل حفلتنا مع بعض وجائزة أفضل مشهد دموي يقطع الإنفاس في الدراما العربية، وقع الاختيار على مشهدين، خلينا نشوفهم مشاهدينا. شوفي ملاك شوفي. لا 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 مش قادرة نشوفه بصراحة. لعلمك احنا بوليس ولازم تعترف. والنبي لما تكون مخبر ما سابش يعني ما سابش، وما فيش بوليس بيعمل كده بقى. طب اسمع هقول لك بس قرب مني عشان هي ما تسمعش. يا لهوي يا لهوي. يعني مشاهد صعبة جداً يا توني أكيد. أما الجائزة حتروح للبنت الصغيرة اللي أنجت بأعجوبة من الجرح اللي كان في إيديها. كرمال تسليم الجائزة نحن دورنا على ثلاث ممثلات ما لقينا ولا واحدة منهم، الحمد لله ما رح نقدر نعطيهم الجائزة. أما هلأ الجائزة الثانية اللي معنا اللي هي رح تروح لأفضل شعر صدر، أفضل شعر صدر بالمسلسل أفضل شعر صدر، والنتيجة واقعة ما بين تامر حسني وعمر طه. خلونا نشوف الفيديوز اللي خلتهم يتأهلوا للأوسكار ومنرجع معكم. هو ده. هو أنت ما قلتليش أنت اسمك إيه؟ إيه بنت الدلع ده؟ اسمي عمر. وأنتي؟ اسمي هايدي. يا سيدي على هايدي. أنت قاعد هنا لوحدك؟ لا قاعد مع ابويا، بس ما تقلقيش امان مسافر لي يومين. تعالي بقى مراد. عملت ايه؟ البت اوصاف بتشمشم لك بره على واحده، ولقيت لك واحده كويسه ما بتخلفش. ايوه بنت مين يعني وحالتها ايه؟ يا حلوه بس فلاحه. فلاحه هي ناقصه فقر، خليها تشوف واحده تانية. يلا يلا قوموا هتشخصوا يلا. القرار كان كتير صعب كتير صعب، كنا نختار اضطرينا نلجأ للشارع ونسألهم مين لازم ياخد جائزة الأوسكار. نحضر التقرير ومنرجع. تدي لمين أوسكار في شعر الصدر؟ تامر حسني شعر الصدر، يعني مين ياخد أوسكار في شعر صدره؟ تامر حسني ولا عمرو طه؟ للفنان تامر حسني ولا الفنان عمرو طه؟ لا تامر حسني اكيد طبعا. تامر حسني تامر حسني. انت مين؟ تامر حسني. تامر حسني ده اوسكار لشعر الصدر.
الفنان تامر حسني ولا الفنان عمرو طه؟ مش عارف. تامر حسني طبعا. لا تامر حسني. ولا الفنان عمرو طه؟ تامر حسني. ولا الفنان عمرو طه؟ تامر حسني. طب سؤال، هو مين عمرو طه؟ مين عمرو طه؟ اوسكار لافضل شعر صدر، فدي نديها لمين؟ دي نديها لمين؟ للفنان تامر حسني ولا للفنان عمرو طه؟ مين عمرو طه؟ إيه، تامر حسني ولا عمرو طه؟ مين عمرو طه ده؟ مين يا اسطى عمرو؟ مين عمرو طه؟ ما اعرفش عمرو طه. حد مبتدئ كده بيحاول يجتهد. خلاص ندي لعمرو طه. وانت تديها لمين؟ هي عمرو طه نزقه، فاهم؟ جايزه مين اللي ياخدها؟ عمرو طه صح؟ بالظبط عمرو طه. مين عمرو طه؟ نحاول نجتهد ونخمن. عمرو طه، انا مش مشهور نخلي يتشهر. عمرو طه. اوكي خلاص انا اقتنعت. مين عمرو طه؟ عمرو طه. كده اختاروا الجايزه لعمرو طه. مين عمرو طه؟ والنتيجه بكل شفافيه بكل موضوعيه ما تم التلاعب بالارقام ابدا، الفايز معنا هو عمرو طه. عمرو تفضل استلم جايزتك. شكرا حبيب. شكرا. تفضل. شكرا للجمهور. تفضل. شكرا للجمهور العظيم اللي وقف جنبي، هو اللي ادينا الجائزه دي، انا فرحان. شكرا للاكاديميه العالميه الدوليه الكونيه الاصليه. شكرا لاعضاء اللجنه الموقرين. اوسكار دي اعظم واهم جائزه اي فنان بيحلم بيها، وعشان توصل للجائزه دي محتاجه مجهود كبير قوي، وده اللي حصل معايا. انا بذلت مجهود كبير قوي وصرفت فلوس كتير قوي عشان اوصل بشعر صدري للمرحله اللي انتوا شايفينها دي. حاجات اللي انتوا شفتوها في الافلام والمسلسلات، انا تعبت قوي عشان اوصل لها. قابلت الدكاتره، لفيت العالم كلهم، كل الدكاتره المختصين في شعر الصدر، وكل وكل الدكاتره اللي ما لهمش اي علاقه بشعر الصدر برضه. انتوا عارفين حضرتك، انا اشتريت كل الكريمات اللي ليها علاقه بشعر الصدر واللي ما لهاش علاقه بالشعر برضه. انا فلست من اجل ان انا اوصل لهذا الشعر. الحمد لله بشكر ربنا انه وفقني وصلت الحلم ده وحصلت على اوسكار بشعر الصدر. بشكر اهلي واصحابي، بشكر جيراني، بشكر اصحابي وصحباتي اللي لعبوا في شعر صدري وساعدوني ان هو يبقى ملولو وكده. الحمد لله. بشكر كل المخرجين والمنتجين اللي خدوا بالهم من موهبتي العظيمه ووظفوني صح في كل، بشكرهم جدا، وخصوصا الاب الروحي بتاعنا شعر الصدر حسين، ربنا يخليه لنا كلنا. بشكركم كلكم على الجائزة دي، وده فخر. مصر أوسكار دايما مع بعض. باي باي. وتوا جائزة أفضل زي تنكري بالدراما العربية، والمرشحين هم ولا مؤاخذة فين العفش اللي انتوا عايزين تنولوه؟ برأيك يا جدع انت، مين اللي قالك ان عندنا عفش؟ هو لا مؤاخذة جالي وبلغني ان انا اجي اشيله. هو مين؟ اخوك. اخويا منصور؟ منصور هو فين منصور؟ منصور اه سميح. منصور اخويا حبيبي. مرحبا. مرحبا جد، تفضل اقعد. كتار اللي بيعرفوني وما بعرفوني. مين حضرتك؟ تفضل اقعد، انا بعرفك وانت بتعرفني. ما بعتقد شايفك قبل اليوم. عماد؟ وطي صوتك بليز، ما حدا لازم يعرف اني بعدنا عايش. واللي ربح معانا الدراما اللبنانية، وبيستلم الجائزة توني نصراني نيابة عن الدراما اللبنانية، ويدخل طبعا توني. اهلا بيك توني. مرحبا بلا، كيفك؟ مرحبا. كثير بيعرفوني وما بيعرفهم. مين حضرتك؟ انت بتعرفيني منيح وانا بعرفك. تفضل اعطيني الجائزه. ما اعتقد اني شفتك قبل اليوم. توني
لازم حدا يعرف انه بعدنا عايش. تفضل الجائزة. من بعد ما حضرت هيك مشهد، انا بحب اشكر كل اللي وصلونا لهون، بحب اشكر كل القيمين على الدراما اللبنانية، من منتجين، ممثلين، كتاب، اللي حطوا لنا راسنا بالارض. بشكركم على هالجائزة القيمة، شكرا. بريك ونرجع لكم تاني. ونكمل حفلة توزيع جوائز الأوسكار على طريقتنا لعام 2018. وهلأ معنا جائزة أفضل رجل سياسي ثابت على مواقفه. أما نحن فسنبقى حاملين السلم بالعرض. عنا بالدارج بيقولوا إنه في حدا بدل حامل السلم بالعرض. نحن ما بينطبع علينا هالمثل. نحن منوجه تحية كبيرة للدكتور جعجع. طبعاً هيدا مش موقف سياسي، نحن عم نمزح، هيدا تعبير لغوي خانه من أسبوع للتاني. بكل الأحوال نحن كان بدنا أي سبب لنعطيه فيها جائزة أوسكار، على أمل أنه يبعث لنا ستريدة تيجي تستلم هي الجائزة، وفرض مرة منعطيها جائزة أجمل إمرأة سياسية لعام 2018. وتوا توني معنا جائزة أفضل قصف جبهة اللي صار مباشرة على التلفزيون، ونشوف المرشحين. قلت علاء مبارك؟ فضل باشا كبير هيجيب لي حقي. جاب لك حقك؟ مين؟ مين اللي قال باشا كبير؟ انت قلت. انا ما بعرفش انت اقول باشا كبير دي، ما بعرفش. ابن رئيس الجمهورية الاستاذ علاء مبارك الباشا الكبير، الباشا الكبير اللي ضافره ب50 رئيس جمهورية منهم. حصل. طيب في اخر 5 سنين نقدر نقول انك عملت حوالي 10 لقاءات. بتحب تتكلم وتفضفض قدام الناس ولا الهدف مادي ولا ايه بالظبط؟ يعني بتطلع في برامج؟ انا اول واحد في مصر والعالم العربي ياخد فلوس في التوك شو، عشان انا ابويا ما علمنيش ببلاش عشان اجي اتكلم معاكي كده وما اخدش فلوس. الفستان الاحمر اللي ظهرتي بيه على افيش حلاوه روح بيرمز ليه؟ الفستان الاحمر ده معناه علشان تشدوا الناس، تشدوا الجمهور. اشد الناس بفستاني؟ طب ما انا موجوده على افيش. هو الفستان الاحمر دايما؟ لا، ما انا موجوده على الاغراء للاثاره، فبيستخدم لجذب انتباه الجمهور. هو انت لابسه احمر النهارده عشان تجذبي انتباه الجمهور، ولا انت عاجبك كبنت لابسه فستان احمر عجبها؟ وطبعاً أوسكار أفضل قصف جبهة بيروح لي هيفا. لا يا توني مش هيفا، لحد تاني على فكرة. يس يس يا حيروح لي هيفا. ليش هيفا؟ ليش بدي أسلمها جائزة الأوسكار لهيفا؟ لكن الجائزة مش لهيفا، واللي ربحت الجائزة منى عبد الوهاب، وحيستلم الجائزة أيمن. رحب بأيمن. قلت علاء مبارك فضل باشا كبير هيجيب لي حقي. جاب لك حقك؟ مين؟ مين اللي قال باشا كبير؟ انت قلت. انا ما بعرفش انت اقول باشا كبير دي، ما بعرفش. ابن رئيس الجمهورية الاستاذ علاء مبارك الباشا الكبير، الباشا الكبير اللي ضافره ب50 رئيس جمهورية منهم. حصل. يا ايمن مبروك. شكرا. بفضل. شكرا لك. سلمها لي منى. شكرا. شكرا. تفضل. ايمن 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 تعال 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 حبيبي، تعال حبيبي، تعال. هيك انت موجود في جائزه ثانيه رايحه على مصر، خليك حدنا. يلا. وهلا جائزه افضل مؤثرات بصريه لعام 2018. ما في له منازع. فيديو صعيد مصر، الرجولة هم اللي بيبنوا في مصر، وهم اللي بنوا مصر، دول أهلي وناسي،
عيب عيب. احمد موسى. ايمن خذ الجائزة كمان معك لاحمد. ميرسي. لا عيب. ايه عيب؟ جائزة بدك توصلها لاحمد. لا ما مش هسلم له الجائزة وانا عندي مرارة واحدة بس توني والله ما بستحملش. بدك تعطيها بايده. والله ما هينفع. وتبوسه. والله اقول لك على حاجة، خد انت الجائزة، انا مش عايز جوائز لمصر اصلا. والله عيب. وصلنا لنهاية حفلتنا مشاهدينا، والجائزة الأخيرة طبعا هتكون لأفضل برنامج كوميدي ل 2018، والنمونيز هم الأخبار عطريتنا، أو الأخبار عطريتنا، والجائزة لأفضل برنامج كوميدي لعام 2018 هتروح لبرنامج الأخبار عطريتنا. ميرسي، بشكرك على هالجائزة. جائزة مش متوقعة أبدا، جائزة مش متوقعة. أنا بدعي الفريق، بدعي عمرو طه، عمرو طه يشرفنا. أيمن حبيبي حبيبي مبروك مبروك علينا، مبروك انا. طب طيب انا بحب اشكر كل القيمين على الحفل، كل اللجنه، التصويت الشفاف اللي خلينا نكسب نحن افضل برنامج، مع انه نحن بعدنا برنامج جديد. بشكركم كثير، بشكركم لحسن المتابعه، بشكركم على هالبرنامج الحلو. الى اللقاء. شكرا. وبشكر ماما، والحلقه الجايه عن عيد الامهات انطرونا. بابا بحبه، بابا بابايا انا، بابايا انا. شكرا. الحلقة الجاية عيد الأمهات انطرونا. وبشكر مامتي أنا كمان. باي. شكرا. أهلا وسهلا فيكم بحفلتنا لليلة، حفلة توجيه زواجي. أشكرك.